شكرا. منو هذا؟ طباخ الدليفري. هاتي لنشوف كيف صاروا جيتي لعنا. اخ لك السنين قاعده بهالضيعه، افي غير العت واكل الهوى، واخر الشيء بيجيني عرسان نسكم. ايه بدي قلت يا بنت انزلي لك على المدينه شوفي لك شي شغله مثل الخلق والعالم. طيب واهلك كيف خلوك تنزلي؟ لا تجيبي لي سيرة أهلي اللي أسبوع متقاتلي معين، إيشو شايفيني بنت صغيرة؟ بس آخر الشيء وافقوا. طيب أنت ما فكرتي شو بدك تشتغلي هون؟ والله محتارة بين وزيرة حلاقة، يعني حسب الراتب. كلي هلا كلي. إيه بدي آكل، بدي دوق على هيدي فيلاري شوف إذا طيبة ولا لا. صباح الخير. ولك يا صباح النور. شو كيف لقيتي لي هالنومي؟ وليه ما اطيب هالنومي؟ شو هاي ريش نعام يعني؟ لك حبيبتي هي اسمها سليب كومفورت. يعني مو نعام؟ لا مو نعام. هيك كثير لشو منبكي حالك؟ لك انت حبيبه قلبي وعذابك راح. مع انه هالفرشه كثير مريحه بس ما حسيت حالي نمت منيح. أي ليش بقى؟ الأفكار قعدت تدبك براسي دبك. بشو ما تفكري هاتي لشوف. خايفة ما لاقي شغل هون، وإذا ما لقيت شو بدي ساوي؟ بعدين ما بخبي عنك، أنا كنت ناوية سافر بس أمعي مصاري. لك لوين بدك تسافري؟ أنت سقفك هجرة داخلية. شو بعرفني؟ جاي عبالي أطلع على أوروبا. أوروبا بفرد مرة؟ إيه لشو لا؟ لك حبيبتي اللي بأوروبا ما معهم ياكلوا. ايه وحياة هالعيون لشغلك شغل، أوروبا كلها بدها تيجي لعند جرياتي. عن جد ما تحكي؟ عن جد. لك دخيل ربك. ايه كلي كلي. شو كيف شايفتي لي سقان الحرير؟ والله شي فاخر على الآخر، بس ما عم افهم لشو كل هالحفلة؟ حبيبتي هي بتجيب لي قد رواتب 5 موظفين شغل بساعة واحدة. شو سيقان ساندريلا؟ ايه اهم حياتك انت قاعده احضري بس حل هسي. ايه هلا شوفي كم حمار بيفوت وبيدفع مصاري. من كل عقلك شو ما عاد صفه بهالدنيا غير جرياتك. والله ايه انت احضري وعسكت بس بلا تصفير. ها ماشي ماشي. ابو محمود الملك، انت بتعرف انه ابو حميد كان بده يستعصي اذا ما طلعوك على المشفى؟ استعصي؟ طاصة بالحمام بس ما اطلع منه. دخلك اذا سويت هيك بياخذوك على المشفى؟ انا ليك حالف يسلمه نظيف مثل ما اخذه. شو هو؟ مخك. يلا نوح افندي قوم، عنا شغل متراكم. خير ان شاء الله. بدي اعمل لك شطرنج. شطرنج؟ زمانه كان عندي استاذ رياضيات كان عبقري وكان يلعب الشطرنج بمخه. ما هي لعبة الشطرنج بالمخ؟ بدي يكون مستعمل. تماما. مهم كان حافظ الحجار حجر حجر، مثلا لحصان من سي 3 لآ 2 كان حافظ حجر حجر. ظاهرة مثل أبو حميد؟ تماما. ومن أين لك هذا؟ هذا الشيء الوحيد اللي جوابه صح من فضل ربي. لا تحفنا. حاتم حاتم حاتم. فيك شيء؟ بدك شيء؟ لا ما فيني شيء. بس انت شو عم تعمل هون؟
بعتذر، بس الدكتور قال لي ما اتركك هي الليله على القليله لحالك. الطبيعي مثل اختك كانت ما تتركني. جينات عائلية. يلا رح قوم ساوي لك قهوة الحمد لله على السلامة. لا لا خليك خليك، أنا رح أعملها. لك لا لا تعي لهون ما بيصير، لك أنت تعبانة. تعي لهون. خليني أنا أعملها معلش ما في. ما بيصير. من كل عقلك؟ لك من نصه. آخ لك إذا أنت نصك من ريحة أختي ونصك الثاني توصاية الرائد يونس، كيف بدها تكون النتيجة؟ ما عاد في عقل لا نصه ولا كله. تعرفت على الرائد يونس كمان؟ إيه ما أنا شو؟ عم دقلك قامت ردت علي الممرضة. رعبتني. وأنا عم أقول لحالي من وين عرفت؟ بتصدق؟ لولا هالرائد يونس ما كنت بعرف حالي وين رح كون. حاسة حالي نايمة شي خمسة أيام. وين القهوة؟ هون. إيه بعرف هون، بس هون تمتد من هون لهون. وين هون بالضبط؟ هنيك يعني. آه هنيك، إيه قولي لي هنيك من الأول. فاضي. ما شاء الله. كل شيء مرق عليك وتركيزك بعده تحت السيطرة. يا ويلك يا بارون ويا ظلام ليلك على هالفوتة. شفت لي هالبرنسيسة؟ والله بدها من القلب سي. هاي كانت لدكتورة ماشي 40,000. رائعة تسرع، بس ناقصة شغلة واحدة. كي تكتب اسم البارون بالخط العريض قدام وراه، والله بتطلع أوهر. ايه تطلع إيرموس. ومنجيب من الأستاذ مهمة تفهيم. اوف على التشغيل وقتها. شايف ما أحلاك لك أميغو، بس تنتبه على حالك وتدير بالك على شغلك وتصير مواطن صالح. إيه والله إيه، بعد آخر فرمة فرمتني إياها زبطت لي الرولوجي بيولوجيستي تبعي كلها. يعني ساعة البيولوجية بالإسباني. ما في هيك كلمة. والله امبارح ساعتين على الموبايل قاعد عليها. ما في هيك كلمة. والله على المترجم ساعتين. السيارة بلعت مصدي بدي ادفع من علي. فاموس.